السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما عودناكم بكل جديد في عالم السيارات، اليوم هنتكلم على جيكسار 2 6 سلندر بلس الإصدار الجديد وارد عبد اللطيف جميل. هنتكلم على أبرز المواصفات وسعر السيارة بشكل مختصر وسريع. محرك 4000 سي سي 6 سلندر 271 حصان، عزم الدوران 385 نيوتن، دفع رباعي مستمر خفيف وتجيب، أنوار أمامية LED، كشافات ضباب أمامية، إضاءة نهارية، مصابيح أمامية سوداء، حامي صدام أمامي، صدام أمامي أسود مع كروم، حساسات أمامية، نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات، نظام السيطرة على الانزلاق، طبعا في نظام الزحف للإصدار الجديد، جنوط 18، عتبة جانبية مع أنوار في العتبة الجانبية، إشارة في المراية، فتحة سقف، عوارض سقف، سعة خزان الوقود 138 لتر، 6 سلندر، كاميرا خلفية، حساسات خلفية، جناح خلفي. طبعا في تغيرات في الإصدار الجديد، الشنطة كهرباء، طبعا 3 مجاعد، 8 ركاب شامل السائق، دي أغراض السيارة كاملة. المقعد الخلفي طبعا في USB وشحن سريع، مكيف خلفي تبريد فقط. استهلاك الوقود، سعة المحرك 4000 سي سي، سنة الصنع 2021، دفع رباعي، بنزين 95، كل لتر بنزين مشي السيارة 9.2. شوف السيارة من الداخل، مقعد السائق كهرباء، طبعا في مكيف تحكم اوتوماتيك، في تلاجة، في نظام الزحف، مثبت سرعة، تحكم اعدادات الصوت من الدركسون، في منفذ طاقة 220 فولت، شاشة لمس 9 بوصة مع نظام ملاحة مع راديو مع بلوتوث، في خاصية التوصيل بشبكة واي فاي خارجية، طبعا في 6 سماعات. مجاعد قماش، طبعا الإصدار الجديد لسه نازل في 2021. في نظام الزحف، مانع انزلاق، ثلاجة، طبعا سعر السيارة 234,000 ريال شامل الضريبة. كده اتكلمنا على أبرز المواصفات في السيارة وسعر السيارة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كل ما هو جديد في عالم السيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.